الآن أنت تقول لي ليش؟ إيه طبعا، لأنه العراق يعني يدخل في نفق حرب معينة ثم يخرج ليدخل نفقا آخر، ثم يخرج ليدخل نفقا آخر، وإلى أن تعرضنا إلى الاحتلال وإسقاط الدولة والحكومة وحل الجيش والأجهزة الأمنية، وأصبح العراق الحلقة الأضعف في سلسلة الحلقات سواء كانت الإقليمية وحتى الدولية. وصارت أيضا معركة الإرهاب أيضا في على الأرض العراقية.